ظلنا نتابع. طبعا طلعت لنا هذه هوية نختار فيها أول شيء اسم البرمجي، لا اسم ايش الكود البرمجي، ثم الطريقة التي نحن مثلا لو تكلمنا عن الطريقة الخاصة بنظام الاندرويد، مثلا نتكلم عن الاندرويد مثلا بنظام الاندرويد مثلا، نتكلم عن ايش الاندرويد، نقول اوكي. طبعا يعتبر دش هنا، ممكن نقول دش هذا كامل، ممكن نضرب هنا، ممكن نعبيه هذا كامل، نضرب نسخ ثم نعمل فاصلة ثم لصق ثم فاصلة ثم لصق، يعني يمكنك تعبيها كامل، تعبي هذه البيانات من خلال البيانات التي تريد أن تتكلم عنه من خلال إيش البرنامج أو التطبيق الذي تريد أن تعمل فيه. نعم نضرب ها نقول أوكي، نضرب تكست فيو إذا أوكي، نضرب هذه دش، كل هذا إيش في خلال إيش التكست بوكس اللي تسمى في الفيجل بيسكس او التكست فيو الذي يتكلم فيه في نظام جافا اللي في اي في الاندرويد. ثم نحدد الاي دي الاسم البرمجي، نحن نتكلم عن ايش تكست 1 تمام، عفوا باللغه العربيه تكست 1 مضروب هذا هذه طبعا اشياء مثلا لو نشتي نغير كمان، نلاحظ هنا انظروا نشتي نغير لون، لون ماذا؟ نعم الاي دي، الاي دي شوف هنا، هناك في ايش كمان لاحظوا هنا تكررت P1 P1 انظروا P1 P1 بيون ترو، يعني اصبح التكست هذا تكرر فيه الخاص الحي الخاصة بلاش، مثلا هنا لو قلنا نعم طبعا إله كما لاحظنا الاي دي تكرر، انظروا هنا تكرر في اي دي تكست واي دي تكست هايت you must simply layout height triple ايوه، يعني هنا يدي لك ايش على عندما يكون هناك اخطاء برمجية يعمل يظهر لك هناك توجيهات ما هو الاخطاء ما هو الاشياء الذي يجب ان تعيدها، يقول لك cannot couldn't resource، يعني يقول لك لا يوافق او لا يقبل هذا هذه يجب ايش تعديله، يجب ماذا تعديل، ممكن نقول ايش على كل حال طبعا هذا موضوعنا اليوم ان شاء الله، وفي موضوع وسوف نواصل ان شاء الله في موضوع في هذا البرنامج في او في هذا ان شاء الله في هذا الشرح ما تبقى لنا من تكملة يعني موضوع ثاني والوصول الى هدف التطبيق الخاص من خلال الواجهات وغيرها، وهدفنا هو ايضا كما نلاحظ هنا يعني طبعا تكلمنا على ايش على الرس واللي هي اللي اوت اللي هي حاجه ولا ايش، وطبعا هذيك كما يسمى الكلاس كما تسمى ايش الكلاس الذي يستخدم في ايش في فيجوال بيسك تعمل فيها ايش اكواد اوامر ثم يتم تنفيذها من خلال ايش الادوات المتواجده ايش في الشاشه الخاصه بالواجهه. طبعا هنا ممكن نغير، شوف انظروا هنا ممكن نغير مثلا حتى نتفق على هذا الامر، يجب علينا الغاء ماذا الغاء التكست فيو، ثم نلاحظ انظر هذا التكست فيو انظروا اصبحت الاخطاء منتهية، وبإمكاننا وضع يعني موضوع ثاني أو أداة ثانية مثلا لارج أو سمول، انظروا هنا تكست فيو كما نلاحظ هنا إلى لقاء آخر إن شاء الله وتكملة ما تبقى.